خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء حي باسم الحاجة فرحانة في سيناء، وكمان محور في القاهرة تقديرا لمجهوداتها. وتم استعراض قصة كفاح ابنة سيناء الحاجة فرحانة خلال الاحتفالية اللي احنا شفناها. صحيح، على الهاتف معنا الأستاذ عبد المنعم إبراهيم نجل الحاجة فرحانة اللي اتكلم عليها الرئيس امبارح، واللي شفنا مقتطفات من أعمالها البطولية خلال حرب السنوات الست أو حرب الاستنزاف كما نعرف. أهلا بيك يا أستاذ عبد المنعم. أفندم أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني خلينا نتوقف عند عدد من المحطات اللي قامت بيها الحاجة فرحانة. تحديدا إيه أبرز الحاجات اللي عملتها من بداية النكسة لغاية حرب 73؟ حضرتك أبرز الحاجات اللي عملتها إن هي كانت مهمتها توصيل المعلومات السرية، كانت بتتكتب على قماش وبتخبيها في التوب البدوي، وبعدين بتاخد تعليماتها إنها تمشي على طرق يعني محددة معروفة عشان تطلع بيها على مكتب القيادة. بس كان الموضوع كان في يعني مشقة كبيرة، لأنها كانت تمشي على رجليها مسافة تقدر أكثر من 40-50 كيلو، وكانت بتستدل بالنجوم يعني في موضوع التوقيت. أيوه. الحالة الثانية برضو إن هي كانت عدد في حصول خريطة مطار الجورة. ساعدت في حصول إيه؟ صعب. مطار الجورة. عملت إيه فندم؟ ساعدت في الحصول على خريطة مطار الجورة. خريطة مطار الجورة، تمام. وصلتها وخبيتها طبعا ووصلتها لمكتب القياده كانت في القاهره. دي حاجه عظيمه جدا. قبل ما نبتدي نكمل كلامنا على الحاجه فرحانه، الاول طمنا على صحتها وطمنا على فرحتها بعد التكريم اللي حصل لها امبارح من سياده الرئيس. هو حضرتك والله هي كانت يعني مبسوطه جدا وفرحانه، كان نفسها تحضر ولكن ظروفها الصحيه. ربنا يبارك في صحتها وفي عمرها يا رب. يعني سنها يقرب فوق ال 100 يعني، فالعملية ما شاء الله صعبة. ما شاء الله. بس احنا كنا عارفين لقاء الرئيس كان هيبقى على التلفزيون، فكنا كلنا قاعدين بنسمع، وهي فخورة جدا، وخاصة لما سيادة الرئيس يعني مهتم بيها وفاكرها انبسطت جدا، وان هو يعني نشر اطلاق حي في سينا باسمها وفي القاهرة برضه، فهي فخورة بها جدا ومبسوطة وسعيدة بيه جدا. وبتقول يعني أنا هي عبرت عن ده، يعني هي ما شاء الله ربنا يديها الصحة طبعا، 105 سنة، هي يعني هي مدركة للقصة، تفاعلت معاها، اتكلمت يعني فاهم. يعني ذاكرة بتاعت الحمد لله. ما شاء الله. طيب امبارح كانت فرصة حلوة بقى ان انتوا تبقوا قاعدين قدام التلفزيون والحاجة فرحانة تبقى موجودة والاولاد والاحفاد. المشكله ان هي برضو انا عارف اكتر واحد عارف يعني قدراتها الصحيه في الامه واللي قاعده وكده، فمش عظيم عظيم. اتذكرت ايه بقى امبارح وهي كانت قاعده في وسطكم وقاعده في وسط الاولاد والاحفاد، وكانت فرصه انها تحكي وتزرع الانتماء جوه اولادها واحفادها والموجودين، قالت ايه؟ هي قالت نفس النص كده، قالت ان انا رجعوني يعني 40-50 سنة ثاني. يعني افتكرت بقى يعني اللحظات الحلوة اللي مرت بيها أيام ما كانت بتناضل يعني. فدايما لها مقولة شهيرة بتقول لو العمر بتشير إلى اشتري تاني عشان أرجع وأخد البلد. يا سلام. يا سلام، ربنا يبارك في صحتي. وعلى كده ردود أفعال بقى السيناويين، مشايخ وعواقل وأبناء القبائل السنوية، ازاي كانت عامله بعد اولا الاحتفاليه دي، ثانيا بعد تكريم الحاجه؟ حضرتك انا يعني يمكن ما نمتش لحد الساعه دي بالليل من كثره التهاني والتبريكات من الناس وجيراننا القاعدين، وسياده المحافظ دكتور خالد مجاور يعني في سيناء يعني مبسوط جدا، ويعني وهو ان هو وعد بلقاء يعني الحاج في البيت يعني، لا هي مش شاكيني انا اللي هجيبها بنفسي. فدي حاجه كويسه جدا يعني. جدا جدا. يعني هو سياده المحافظ لسه النهارده انا عارف ان هو بيقول لا انا اللي هديها بنفسي في البيت.
اكيد الله. اكيد الحاج عبد المنعم نجل الحاجه فرحانه، يعني احنا سعداء بوجودكم معانا، وبنوصل تحياتنا للحاجه فرحانه المناضله المثال حي للمراه المصريه وللمراه السينويه فعلا، اللي تقدر تسند وقت الصعوبه وتسند وقت الشده. صحيح صحيح، شكرا ليك استاذ عبد المنعم.